حماية العاملين الإنسانيين واجب على المجتمع الدولي. أي تحدي فينا ننتصر عليه إلا القصف والاستهداف الممنهج. القيام بالواجب الإنساني بيتطلب العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب. محتاج للحماية لأقوم بعملي الإنساني. العامل الإنساني هو الأمل الوحيد للمصابين بموقع الهجوم، وما لازم يتحول من منقذ لضحية. من ينقذ الأرواح ليس هدفاً.